يعطيكم العافية على مجهود السنة الماضية. خلونا نخص صورة جماعية الآن. خليكم جاهزين. البدايات لها ذكريات. أرسلت كل التفاصيل على الإيميل. وكذلك نفس المخطط. والاستمتاع في الرحلة. الوضع التنافسي في سوقك التجريبية. أهم ما في المرحلة. خليني أساعدك. ولأن النجاح شايفينه بعيوننا انعكس أثر على إنجازاتنا. هذه أهم إنجازات شركتنا خلال السنة الماضية. وترجم لأرقام نفتخر فيها. ومنتجات تمثلنا وتمثل هويتنا. لكل منسوبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنتم كبار بأثركم.